سالو وش تعمل هون؟ خي استنيت ما ثم شي يا اخي، هاني بديت وحدي في الاستثمار. ايه عاد تستثمر بقرن فلفل في محبس؟ خلطت علي انت قرن فلفل تاغلى من البنان. والله قلت الحق، زعما جميعة المجلس في بالهم. محرزية التلفزة بديت تصور. ليه مازالوا ما بديوش؟ هم يحضروا في رواحهم. سي الحبيب وين وصلتوا في الدستور؟ سي مصطفى لا مازالوا ما بداوش يصوروا. اي كلفت كل لجنة باش تلساجي البارتي اللي تمها، هم ما نعرفش وين وصلوا عاد. تشنو سي مصطفى؟ لا يزي عطيتونا اليانات ما يخدموش وزيد تزربوا فينا. يا سي ابراهيم من فضلك، اليانات يخدموا لاباس عليهم، هذاك تلقاه السيرفور في تركيا طايح، شبيك رانا ماناش وحدنا انت اللي شارجيو. غطوا رواحكم التالف زاجت، غطوا رواحكم. هاوكا فيما يخص قانون الاعدام، احنا باش نصوتوا عليه وانتو ما عارضوه. باهي قوم فيس على شوفوك بحذايا، بداو يصوروا راهو. نبداو في التصويت على قانون الاعدام. احنا مع تنفيذ حكم الاعدام وادراجه في الدستور باش نردعوا المجرمين ونخوفوهم. دويو فيس عدود في كلامك، تتوى كنت تقولي باش نحيو قانون الاعدام وردوه سجن مؤبد بدون اعفاء، خاطر الاعفاء حاجة هايلة. بالله يقولولي كان قانون الاعدام تخالفتوا فيه ما لفاش باش تتفاهموا. صار الدستور تلي شارجيو فيه وانا قولش بيهم 50 والنهار الكل يتلاكشو تيش علينا. واه خبزة، هاوكا خليني لك المفتاح تحت المحبس كالعادة. علاش وين ماشيين؟ يمكش طريف الشومبرين، ماشيين نعملوا غطسة في بوسالم. شاءت الأقدار أن تتهطل الأمطار، أمطار عقبتها ثلوج غطت عيني دراهم وبوسالم وماطر والكاف كذلك وجل مرتفعات شمالنا الغربي. نعم الشمال الغربي، تلك المنطقة المتاخمة لشقيقتنا الجزائر. الجزائر شقيقتنا التي فتحت سدودها لتمتلئ سدودنا التي فاضت لتشكل بحيرات وشطوط، وكأن زوس إله الفيضانات عند الإغريق استجاب لقرابين أجدادنا القرطاجيين أيام عليسة التي رفضت الخروج من منزلها رغم مجهودات الحماية المدنية. بل شاءت هذه الأقدار أن تتكون بحيرات وشطوط كأن بخريطة بلادنا ترسم من جديد لإعادة استقطاب السائح المفقود. السائح توريستوس بالإغريقية، الأوراق باللغة التونسية. هذا الكائن المنقرض، أقول المنقرضة ولا أقول المغادرة، لأن التونسيين أصبحت لهم طريقة جديدة لاستقبال السياح. بل قل هذا البلد المعطاء لم يعد في حاجة لاستقبال السياح، إنه بلد السياح في بلدهم. تو ما فهمتش شكون المنحس، أنا ولا أنت؟ أعلى يا راجل، شو موصلنا له الكلام؟ ابدأ في وقت السبسي يهزوا في البطولات على بعضها والشعب شايخ وعامل جو، ما اللي شدينا احنا الكوارث هبطت علينا طبيعية وغير طبيعية. باهي المفيد، لازمنا نتحرك ونمشي ونزور المناطق المنكوبة، البلاد غرقت. بالله ناركاب الشديد في هاي الزور وهاي الزور وهاي الزور، ويا اخي نخدموا في زاوية، وبما انه رشحوا لي جائزة نوبل لازم نخدم روحي يا اخي. تعرفش كيفاش، كمل اخدم انت امورك مع الخارج، طوانا نخدم اموري الداخل ونكلم العريض يمشي معايا الجندوبة. اي ما قلت ليش وين باش نعملو مؤتمر اصدقاء سوريا. اها يا علي ظهر لي التيران ما يلعبش. شعلنا فيها بطبيعتها ويكلو. تفضل سي حماد، مرحبا بيك، زارتنا البركة، كما تشوف هالجندوبة الكل فرحانين بزيارتك. نعرف
الزواولة الكل يحبوني. تو جايين واحد ولا يعوم باش يوصل البيت النوم. عطيتك صوتي يا جبالي، صوتي راهو. استهدى بالله يا راجل، ما انا بعثنا لكم المقرونة والجراري. هاي صناعتي تونا سباجيتي نمرو واحد، العام الجاي كيفاه سباجيتي نمرو اثنين وكي ساكر المعمل. تهنى، العام الجاي تولي اموركم في الجبن. هاي وش نعملوا بيه جبن ما غير مقرونة؟ على كل حال الحكومة خمت فيكم وفي اصواتكم وخذات القرارات لحل مشاكلكم. هاي اولا باش نجيبولكم وسام الملول يعلمكم السباحة. هاي ثانيا باش نغيروا وجهة واد مجردة. هاي ثالثا استنى صح، شنو هذاك اللي من غادي؟ ها؟